ايش حالك يا ولدي؟ عساك بخير. خير يا عمي، دامك بخير. والله ابو معين اليوم جاي نشوف طلباتكم. زين، ابركها من ساعه. خير ان شاء الله يا عمي. عسى ما شاء. في شيء؟ احنا ان شاء الله بنشوفه ونرد عليه. ظاهر ما لي نصيب. خير ان شاء الله. لا يا ولدي، انسى الطلبات هذه، نحن نشتري ريال يحافظ على بنتنا ويصونها. مبروكين، مبروك مبروك يا ولدي.